Hi kids, how are you? I hope you are in a good health and you're doing well. ما زلنا مع تقويمات هما وعدتكم رانا في التقويم رقم 3. هو اجتهاد أساتذة آخرين، لكن هنا نحاول نعاون بقدر المستطاع انه نترجم اللغة العربية. كاين تلاميذ نوع من التلاميذ انه يقدر يحل السوجي من خلال السمعي بصري، يعني ما يحلهاش في الورقة، والافضل انه يحلها في الورقة قال به يتعلم اكثر. So we shall start. Task 1, match the two halves. يعني اربط بين جزئين مختلفين. عندنا foot, run, swim, ran, ball and man. التلميذ هنا لازم يكون حافظ الاكتيفيتيز. باسكت، سكيب، سي، روب، بولر، سو. لازم يكون حافظ التمارين. تاسك 2، ماتش ذا سنتنس ذات كورسبوندز تو ذيس ايمج. شوفوا الصورة وراه واش راهم يديروا التلاميذ. هنا كل السؤال عطاه لك سؤال بطريقة أخرى، ماذا يفعل هؤلاء التلاميذ؟ وات ار ذي دوين؟ I enjoy playing video games. I love playing on the trampoline. I prefer swimming. هنا فيديو جيمز اللي هي العاب الكترونيه، ترامبولين هو هذيك اللي يقفزوا عليها، اند سويمين اللي هي السباحه. تاسك 3، فيل ان ذا تيبل ويذ. عندنا هنايا تيم اكتيفيتيز وعندنا انديفيدوال اكتيفيتيز. في الفيديو السابق هضرنا على اندور اند اوت دور اكتيفيتيز، اليوم نهضروا على تيم اند انديفيدوال. تيم معناها جروب يعني جماعي، انديفيدوال معناها فردي. عندنا هايد اند سيك، فيديو جيمز، كايت اللي هي طائرة، لعبة طائرة ورقية، ترامبولين، اند فوتبول، كارد جيم. كارد جيم هي لعبة الأوراق. تاسك 4، رايت ذا نيم اوف ايتش سيزون اندر ايتش بيكتشر. سيزون اللي هي الفصول الأربعة، كما تلاحظوا في الصورة، الصورة الأولى عندنا الصيف، الصورة الثانية الربيع، الصورة الثالثة الشتاء، والصورة الرابعة الخريف. تاسك 5، رايت ان كورسيف، اي لايك بلاين فوتبول اون فرايديز. تعاود تكتبها، تعاد كتابتها في الكراس. Do it yourself، حاول انك تحل التمرين وحدك وراح نوليو للاجابه. الاجابه كما راك تلاحظ بالصوره، عندنا تاسك 1 فوتبول، رانين، سويمين، تو باسكتبول، سكيب روب، سي سو. تاسك 2 عندنا سيركل ذا سنتنس ذات كورسبوندز تو ذيس ايمج، اي لاف بلاين اون ذا ترامبولين. ها ترامبولين. Task 3, team activities, video games, trampoline, kite. Individual activities, hide and seek, card game, and football. Task 4, picture 1, summer. Picture 2, spring. Picture 3, winter. Picture 4, autumn. Look at the writing in cursive. I like playing football on Fridays. لأنه نكتب التلميذ باحترام المسافات. So this is the end of the evaluation number 3. See me for another evaluations. Goodbye.